مستمعين ومشاهدين، نحن الآن في منطقة أم رصاص، ونحن الآن كما تشاهدون الآن في قلعة أم رصاص، القلعة التي بنيت هنا وشيدت هنا في الزمن اللي كان هو زمن صحيح من البادية ومن بنات وصبا البادية. هنا قلعة أم رصاص، وكما تشاهدون في حلاوة هذه القلعة كيف بنيت وشيدت هنا. هذه هي قلعة أم رصاص الجميلة التي تبث كل الحنايا من كل ما خطر على بالك أيها الزائر الحبيب. وهنا تلاحظون كيف هي الغرف التي سيجت وبنيت على يد مهندسين ومعماريين في هذاك الزمن، الزمن الذي له طعم وحلاوة من العشق والكحل. فهذه هي مدينة وقلعة أم رصاص الأثرية، القلعة التي لها النبض والروح الغالية. ماذا يخرج من المكحلة؟ لا يخرج إلا الكحل الطيب، الكحل الأسود الذي كانت تعشقه الصبايا وبنات البادية في هذاك التاريخ والزمن. إنها القلعة الجميلة التي هي لها الأثر الذي يميز حياة الزائر، حياة كل من نظر إليها في عيونه الجميلة. أيها الأحبة، أيها الأخوة، أيها المشاهدين، هنا نحن معكم في تلك القلعة الجميلة، وهي قلعة أم الرصاص الأثرية. هنا دير أم الرصاص التي يسكنها قبيلة بني صخر، دامهم الله وعزهم الله، ولهم الفخر أن يسكنوا هذه البلاد العربية والأردن الحبيب. شوف هذا، شوف يا جاي، جاي. Oh,
بس. ولمشاهدتكم لنا هنا في أم رصاص في قبيلة بني صخر التي تسكن هذه المنطقة وهي أم رصاص. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتعالى نلتقي معكم في مكان آخر. معكم فايز محمود.